مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير فيليه السمك بطريقه كتير سهله وبسيطه وان شاء الله بتنال اعجابكم. بسم الله. اول شيء عنا 3 بصلات حجم كبير قطعتهم بهيدا الشكل شرائح، 15 حبه ثوم كمان نفس الشيء مقطعتهم بهيدا الطريقه، فلايفلي فينا اي فلايفلي نحط متلجي طازه اي شيء ممكن تستعمله، 5 حبات بندوره، 3 معالق طعام صلصه البندوره، ملعقة صغيرة زعتر ونص ملعقة صغيرة إكليل الجبل. بدنا نقطع البندورة ونحطها بالخلاط. من الأفضل تكون هيدي البندورة اللي بدنا نستعملها مستوية، إذا متوفر عندكم بندورة مستوية أفضل. نضيف ملح، زعتر وإكليل الجبل، شراب، مي، فلفل أسود، حطيت حوالي ملعقة طعام فلفل أسود. خلطناهم وخلصنا. هولي فيليه السمك اللي عنا صينية كبيرة وصينية صغيرة. هلا بدنا نحط الخليط على هول السمكات. اول شيء بوزع الفلايفلي بهيدا الشكل، ثوم، البصل، اخر شي بحط الخليط اللي عملناه. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 220 من الاعلى والاسفل. هيدا السمك بعد ما طلع من الفرن، هيدا الشكل النهائي. عملت على جنبه الرز ابيض، رح احط لكم رابط الرز الابيض. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.